مفاجأة بزن إسماعيل ومحمود. شو صار معنا؟ شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية بهذا الفيديو مع بزن إسماعيل ومحمود اللي تفاعلوا بمجموعة من الستوريات أعلنوا من خلالها عن سفرهم. مسافرين. أوكي. ما رح يكون وين هلا، تمام. بس مين مسافر معي؟ أنا ومحمود. يا فمسافرين أنا ومحمود ومامي. لوين تتوقعوا؟ مع إنه ماما مرضانة بس ما بس اللي تركني سو. فلوين رايحين هلا؟ شو؟ ما ندري. ما ندري أي بلد، ما ندري. ايضا نصل الوراء قامت بمشاركة ستوري على صفحتها بالانستغرام عام التعايد انس مروه بعيد ميلاده. ويذكر ايضا ان اليوتيوبر غيث مروان ترشح ضمن قائمة اجمل وش لهي السنة في العالم، ونتمنى يكون اللقب من نصيبه. وكمان بيسن اسماعيل ترشحت في فئة البنات في هذه القائمة لاجمل وش في العالم، ونتمنى لبيسن كمان تاخذ اللقب. كيفكم؟ رجعت لكم بعد ما خلصت جيم. اولا فئت بشرتي من دمر على الآخر أكثر من مبارح لسا. واحد. اثنين، نزلت على الجيم، قست وزني مرة تانية وطولي وكل شيء. طلعت نازلة 3 كيلو، وأنا صار لي شهر قاطعة جيم. بهالشهر نزلت 3 كيليات، تخيلوا. فلسا بدي أرجع أرجعهم بعدين وكل خلصت.